أية سلبية تخلق المفاجأة في الدورة 21 للبطولة بفوز عريض على المغرب التطواني بميدانه. مرمى هذا الأخير استقبل 3 أهداف مقابل هدف واحد، هدف في وقت يواصل فيه النادي القنيطري رفقة أوسكار فيلوني تحقيق النتائج الإيجابية. حسن فاتح التفاصيل. حقق فريق الجمعية السلوية رابع انتصار له خلال هذا الموسم الثاني خارج الميدان بعد ذلك الذي كان قد حققه برسم الدورة الرابعة ضد الوداد البيضاوي يوم 26 سبتمبر الماضي، غير أنه عجز بعد ذلك عن تحقيق أي انتصار حتى لقاء يوم أمس عندما عاد بالانتصار أمام المغرب التطواني 3-1. الهدف الأول جاء على تريد ضربة جزاء بواسطة اللاعب الطلحاوي، وهنا الفريق السلوي يستغل خطأ فادح لدفاع الفريق التطواني ويتمكن من إضافة هدف ثاني بواسطة اللاعب كوفي كان توبي لتنتهي الجولة الأولى بفوز الفريق السلوي بهدفين لصفر. خلال الجولة الثانية سيتمكن الفريق التطواني من تقليص الفريق في الدقيقة 49 بواسطة اللاعب مامادو يا كامارا، لكن الفريق السلوي سيعود مرة أخرى في الوقت الذي كان فيه الفريق التطواني يطمع ويطمح في تسجيل هدف التعادل إلى تسجيل هدف ثالث بواسطة اللاعب كوفي كان توبي في الدقيقة 69. الجمعية السلوي بعد هذا الانتصار في الرتبة 13 ب21 نقطة، والمغرب التطواني مؤقتا في المرتبة السادسة ب27 نقطة. فيما فريق النادي القنيطري لا زال يعيش نشوة انتصاره الأخير على الدفاع الحسني الجديد، تمكن من تحقيق انتصار آخر عزز به الرصيد وابتعد بذلك عن المراكز الأخيرة بحثا عن الخلاص النهائي. النادي القنيطري الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي بعد أن عجز عن تحقيق ذلك منذ آخر انتصار حققه أواخر شهر ديسمبر الماضي أمام أولمبيك كاسافي بميدان هذا الأخير. النادي القنيطري خلال هذه المقابلة ضد الفتح الرباطي ظل منهزما بهدف بن شريفة الذي سجل في الدقيقة 64 حتى حدود الدقيقة 80 عندما تمكن أبرباش من تسجيل هدف التعادل على إثري ضربة جزاء، وبعد ذلك ب5 دقائق عبد المولى بالرباح يستغل خطأ فادح لحارس مرمى فريق الفتح الرباطي ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريق النادي القنيطري. هذا الأخير أصبح في الرتبة 12 23 نقطة، فيما فريق الفتح الرباطي المنادم خلال هذه المقابلة يحتل المرتبة 8 بمجموع 27 نقطة.